في ظل التباينات في الرؤى والمواقف بين المكونات السياسية في اليمن وتسارع الأحداث ومخاوف البعض من انزلاق البلاد إلى الهاوية، جدد مجلس الأمن الدولي الدعوة لكافة المكونات والأطراف السياسية في اليمن إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. المجلس أكد في جلسة مغلقة إلى ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق سياسي عملا بالمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مؤكدا دعمه للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. دعوة المجلس جاءت بعد أسبوع من دعوة مماثلة تشابهت في المضمون والمحتوى، إلا أن الاختلاف برز في تأكيدات المجلس على وحدة اليمن، حيث أوضح رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانسو دي لاترا في مداخلة صحفية عقب جلسة المشاورات التي استمرت لأكثر من ساعتين، إلا أن المجلس عبر عن وقوفه ومساندته المطلقة لجهود الوساطة التي يقودها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، منوها بأنهم استمعوا إلى أحاطة المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن جمال بن عمر حول مستجدات جهود الوساطة القائمة وتطورات الأزمة اليمنية. المجلس استعرض مخاوف بخصوص انعدام الحلول السياسية في اليمن وتنامي التهديدات الإرهابية والتي تعيش مرحلة انتعاش جراء الفراغ السياسي والأمني الدائر، مشيدا بتوافق الآراء على الطاولة حين تم الإشارة إلى دعم وحدة وسلامة الأراضي وسيادة اليمن. بدوره أوضح المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أن هناك أطراف بعينها لم تستجب لقرارات المجلس حذرا من استمرار الوضع الهش حسب وصفه. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن شاركت فيها من صنعاء عبر دائرة مغلقة. أخبرت مجلس الأمن أنني أشعر بخيبة أمل لأن الحوثيين لم يستجيبوا لمطالب المجلس بالانسحاب من مؤسسات الدولة وبالإفراج عن الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الإجبارية أو المعتقلين بشكل تعسفي وبالكف عن أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية والمساس بأمن واستقرار اليمن. أبلغت مجلس الأمن عن فحوى مشاوراتي مع رئيس الجمهورية الأخ عبد الرب منصور هادي في عدن وعن الحالة العامة في الجنوب، وحذرت من الأوضاع الهشة هناك بما في ذلك انتشار اللجان الشعبية. مراقبون اعتبروا التناقضات في المواقف والرؤى بشأن حل الأزمة مؤشرا قد يقود اليمن إلى ما لا يحمد عقباه، مؤكدين أهمية الاحتكام لطاولة الحوار وتقديم التنازلات من أجل مصلحة الوطن.